عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم النهاردة فيديو جميل وجديد، والفيديو اني هشاركك تجربتي مع صابون المغربي موروكان اويل. مبدئيا الفيديو ده انا عاملاه لاي بنوتة مقبلة على الزواج او عايزة توحد لون بشرتها او اوريدي متزوجة وعايزة تحس مثلا بفرق بالنعومة، بترطيب، بتوحيد لون بشرة. بجد عليكي وعلى الصابون المغربي اللي هو موروكان اويل ده. انا استخدمته بقالي حوالي يمكن 5 شهور او 6 شهور بستخدمه، ويمكن اكتر كمان من كده. مبدئيا اول ما بتستخدميه بتلاحظي على طول فرق لون البشرة. اولا اي جلد ميت بيتزال، فبتبتدي تحسي ان البشرة بتفتح، وكمان بيوحد لون البشرة من اول ما تستخدميه على طول. ده غير انه عشان بزيت الزيتون فبيديكي نعومة وترطيب مش قادرة اقولك عامل ازاي. ومش بس هو بزيت الزيتون، لا ده كمان في زيت جوز هند، وفي كمان زبدة الشيا، وكلنا عارفين فوائد زبدة الشيا وجوز الهند في الترطيب ونعومة الجسم، وكمان بتدي فوائد جميلة جدا جدا للبشرة. وهو اوريدي طبيعي كله، مفهوش اي كيميكالز خالص. انا مش عارفة هو موجود في مصر ولا لأ، بس انا جايباه هنا من السعودية، وعلى فكرة سعره مش غالي خالص. انا كنت جايباه ب15 ريال، وده 850 جرام، يعني كيلو اللي حاجات بسيطة، فهيقعد معاكي مدة كبيرة جدا. وخصوصا كلنا عارفين ان الحمام المغربي او الصابون المغربي احنا مش بنستخدمه كتير، يعني احنا ممكن نستخدمه مرة كل اسبوعين، مرة كل 10 ايام، واستعماله بسيط. بتاخدي جزء منه على ليفة مغربية او ليفة تكون خشنة عادية، مش شرط تحطي جسمك مثلا في مية سخنة جدا، لا انت ممكن بمية دافية بتبلي الجسم كويس، وبأي ليفة عادية او بالليفة المغربية لو عندك بتبتدي تستخدميه. سهل استخدامه جدا، وريحته مقبولة مش وحشة، وصدقيني هتستفيدي منه جدا لانه هيرطب لك بشرتك جدا، ده اولا، وهيوحد لك لون البشره كله. فانا انصحك ان انت تجيبيه، وللي في مصر يحاول ان هو يلاقيه، لان هو صناعه لبنانيه فممكن يكون بيتصدر لمصر. فلو لقيتيه انا انصحك بشرائه. ولو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي انا هعملها. شكرا، وباي باي.